انا سيدي معاق، انا عمري 50 عام، ما عنديش الى سكن الى باش نعيش، لا في نسكن. مريض خصني دواء، نعنو الى سكن الى باش نعيش. الظروف قاسيه بزاف، كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا. هو كنت خدام في المرصد واحد الفريكو مده في التسعينات، خدمت واحد المده، يوم اللي مرضت مازال عندي شدوى، وهذه دابا دواء هو هزو معايا. كاين فرنسا فقط، فرنسا اللي الدول الاخرى كامل المغرب ولا جيت هو فرنسا مره كيتعاون معايا الناس. وهذا خصني في النعس، خصني باش نعيش، خصني نعانو ظروف قاسيه بزاف. وكنطلب الناس المحسنين يعاونونا، وكنطلب سيدنا الله ينصرو الله يطول عمره محمد السادس يعاونني باش نعيش. واللي بغى يطلع عليا يشوفني كيفاش كنعيش، ظروف قاسيه بزاف كاع قاسيه. كنطلب الناس باش يعاونوني يساعدوني. انا كنتواجد في مدينه الجديده، دابا غير كنسعى. محتاج كلشي محتاج كلشي. انا لا سكن لا باش نعيش لا بالنسبه ليا، لا ظروف الحياه ديالي كلها خاصها الماده باش نعيش. حسنا ظروف قاسيه بزاف، قاسيه دفيته. مرض السلام مده طويله، باش مريض دابا مده طويله، تقريبا 18 عام. هذه باش انا مريض تقريبا 18 عام ولا ما بين 18 19 باش انا مريض. ما هو في الاول تخدي خدام اللي مرض اني خرجت في جمعيات، ما اي جمعيه البطاقه ديال المعاقين ما عطوني والو. نالو ما قلتش نطلب، غير كنتسنى الناس باش يعطوني. واحد ظروف قاسيه بزاف، وكنطلب الناس المحسنين يعاونوني. هادشي سبب البروده، وبروده شكرفت لي العصب ولا اعصاب وبروده، وتشللت من رجليا. دابا هاد الدواء اللي كنشربو غير كيكالم عليا، انا مابقيتش نقدر نخدم، مابقيتش نقدر ندير حتى شي حاجه. لون هاد الدواء كنشربو يلاه كيكالم عليا شويه باش نتحرك. دابا ملي كنشربو راه كنوقف مره واحده، انا كنولي نضرب واحد 4 خطوات 5 كنطيح. انا ظروف البطاقه ديال المعاقين ها هي كتشوفوا فيها هي، والناس اللي يعاونوني. هادشي اللي كنطلب، انا راجل ضعيف، لا صحه لا سكن لا كلشي، محتاج بزاف ماشي غير شويه، بزاف. والله ينصر سيدنا، والله يطول عمر سيدنا، والله يطول عمر سيدنا محمد السادس.